السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ هنغسل الكم الغسيل اللي انتم شايفينه ده، نغسله مع بعض. شايفين غسيل قد ايه؟ قلت بقى ايه، اطلعي يا بنتي يا مصطفى اغسلي الغسيل ده، وما تنسوش بقى اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا حبايبي نبدا مع بعض. هنملى، اجيب الغساله في مكانها كده ونملاها يا حبايبي. بغسل الاول انا كده كده بايه، بغسلها بعد ما اخلص غسيل بشطفها، وبرده قبل ما اغسل فيها بشطفها دائما. تبقى نضيفه من جوه بس ما بحبش اغسل فيها وهي كده، بحب اشطفها الاول. افتح لها الصرف كده زي ما انتم شايفين وبغسل الميه كلها اهي. يا حبيبي تنتقلي على بال ما افرز الهدوم بتاعتي. شايلة الستاير بقى اغسلها ديت. ياسمينة جت ساعدني. ده تعالي تعالي. ازاي فين عاملين ايه؟ جاي سابت البتاع غسيل؟ اه جاي تساعدني من الغسيل اهي. هاتي بقى التبطاش منها. بصي افرزي بقى الالوان كلها، انا بقى مدرسه الابيض اللي انا هحطه قدام اهو اهو. عايزاكي بقى تفرزي الالوان اللي هي الزيت والحاجات ديت نقط عشان نحطها تاني برضه، وسيب الخش ركن على جنب. يا حبايبي تيجي بقى كده يا جماعه المسوس والياسمين عشان هي ايه اول مره تطلع معاها مغسل. شغل بقى الغساله حبيب قلبي. لايك لايك لايكات كتير. قلنا انت لي لما انا الستات بقى
وقلنا على الهدوم مع فرش الركن مع كله قلنا نفسه كله مع بعض. اول ما الدور اللي في الغساله يتغسل هنشطفه مع بعض ونشره مع بعض يا حبايبي. ايه رايك يا حبايب قلبك ياسمين وغسيل ياسمين؟ اللي شايف اللي غسيل ياسمين حلو حط لها اللايك. انا حط راسي الستائر البيضاء دي اغسلها الاول. لما تنشف ونشر مع بعض حبيبي. كنت عمالة بتكلم على نفسي وقلت لها اعمل لي شوية الهدوم الالوان بعد احملهم له كلهم على بعض مش عارفة تلبس كلهم مع بعض. حول الله يا رب. اسكتي مش فاهمة حاجة. اسكتي اسكتي سكاتي سكاتي. طب يلا يلا قوم عشان تنشر ولا نشران تعرف تنشري؟ يلا نشر. يلا حطهم بتاع ده ايه؟ ما احطهم اللي فيه شيل. يلا وقت عندك حطهم هيدي. يلا نجع عشان حكت المسخرية. نشر التيشيرتات بتاعت ابوك وتكون كلها. حاضر. جنب بعض يا ياسمين. حاضر. مش كده. بالذات. علمني في الفيديو. ايوه كده. يوريكي.
الشرانه دول عشان مش تخفي الشرايين عشان تبوظ. هو كده عشان اشتغل. اخلص يا حبايب قلبي عشان ما ادورش عليكم الفيديو، وبعدين اوريكم حبايب قلبي. كده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الغسيل كله زي ما انتم شايفين كده. الكم الغسيل اللي كان محطوط هنا كله غسلته ونشرت اهو، شايفين حتى عرفنا برده نشرت، والحبال وبره وجوه مليت الدنيا غسيل يا حبايب قلبي. الكم كله غسلته. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام يا احلى متابعين في الدنيا.